بسم الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماء فطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً؟